منظومة واحدة فقط يمكنها تدمير طائرات دولة بأكملها، وبمجرد ذكر اسمها أو دخولها لمنطقة ما كفيل بدب الرعب في قلوب أمهر الطيارين العسكريين. أثارت غضب البنتاغون والإدارة الأمريكية على تركيا والسعودية وكافة الجيوش التي لجأت للاستحواذ عليها، فلا شيء يمكن أن يشكل خطراً على القوة الجوية الأمريكية كما هذه المنظومة، لأنها الأحدث والأخطر وقاتلة للطائرات الشبحية. صواريخها الأسرع من الصوت لا يمكن ردعها، وفرص النجاة أمام ضرباتها مستحيلة. تكتيكات اعتراضية وقتالية وخدع رادري لم يشهد التاريخ العسكري مثله من قبل، حصن منيع لا تجرؤ أي قوة على اختراقه ولا حتى الاقتراب منه. في هذه الحلقة من ملفات عسكرية نكشف لك عزيزي المشاهد أسرار آلة القتل جراولر S-400 التي أصابت الغرب بالجنون بعد تحولها من سلاح دفاعي إلى سلاح هجومي أنهى تحصينات أوكرانيا. ما هي منظومة جراولر S-400؟ وكيف ضربت أهداف أوكرانيا البرية؟ تعتبر منظومة S-400 واحدة من قلائل منظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى حول العالم، كما أنها ذات المدى الأبعد على الإطلاق، وتستطيع اكتشاف الطائرات الحربية حتى الشبحية من الجيلين الخامس والسادس، إضافة لصواريخ البالستية وصواريخ كروز والصواريخ الفرط صوتية، والتي تعتبر أساساً صواريخ شبحية، كما يمكنها ضرب الأقمار الصناعية التجسسية والأهداف خارج مدى الرؤية. وإلى جانب قدراتها السابقة، فإن النسخ التي تمتلكها روسيا من S-400 قادرة على إطلاق صواريخ أرض جو بأكثر من 6 طرازات لأغراض مختلفة، ويمكنها إطلاق صواريخ أرض أرض لضرب أهداف أرضية عالية الحساسية، وصواريخ أرض سطح لضرب الأهداف العائمة كحاملات الطائرات والسفن الحربية. وعلى مدار الحرب الأوكرانية، وجد الجانب الروسي استخدامات جديدة لصواريخ منظومة S-400 أرض جو، حيث وثقت المخابرات البريطانية قيام روسيا بضرب أهداف برية بأنظمة صواريخ أرض جو الخاصة بS-400 المصمم لضرب أهداف جوية، ونجح في تدمير راجمات هايمارس الأمريكية وتشكيلات لمدافع الهاوزر. الاستخدام غير التقليدي لأسلحة صواريخ أرض جو لضرب أهداف لم تكن مصممة لضربها أثار ذهول الغرب، خاصة لنجاحها في إصابة أهدافها الغير متوقعة في الحرب. القدرة القتالية لشبكة النار جراولر: بإمكان S-400 تتبع 64 هدفاً معادياً في آن واحد، إضافة لقدرتها على تمييز الطائرات الصديقة من المعادية وتحديد أي الأهداف أكثر خطورة وأيها أقل. وعلى شاشة البيانات الواردة من الرادار تظهر معلومات تفصيلية عن كل هدف، كالبصمة الرادارية ونوع الطائرة ومسارها وسرعتها ونوع الإشارة والترددات التي تستخدمها الطائرة في الاتصال مع بقية الأهداف أو أبراج المراقبة الأرضية. هذه البيانات ليست لمجرد الاستكشاف فقط، إنما لتوجيه الصاروخ المناسب إلى هدفه المفضل، ولتمييز أي من تلك الأهداف يشكل خطراً على سلامة المنظومة أولاً، وعلى سلامة المطارات وغرف العمليات ومراكز القيادة ثانياً. أما الصواريخ فيتراوح نطاق عملها بين 40 كيلومتر وحتى 400 كيلومتر، ومن ارتفاع 36 ألف متر وحتى 400 كيلومتر للصواريخ المخصصة لضرب الأهداف الفضائية، وبسرعات تبدأ من 5 ماخ وحتى 15 ماخ، أي ما يعادل أكثر من 18 كيلومتر في الساعة. صاروخ N-640 وهو الصاروخ الأكثر رعباً في هذه المنظومة، صاروخ شبحي وفرط صوتي بعيد المدى لا يمكن اعتراضه أو رصده، يصل مداه إلى 400 كيلومتر وارتفاعه غير محدود، وسرعته تصل إلى 15 ماخ. صاروخ N-648 لا يقل خطورة عن سابقه، إلا أن مداه يصل إلى 250 كيلومتر، وهذا أبعد مدى من الممكن أن تصل إليه منظومة باتريوت الأمريكية وبافاري الإيرانية وH-Q9 الصينية. وسرعة هذا الصاروخ تصل إلى 11 ماخ،
وارتفاعه إلى 40 كيلومترا. صاروخ 9M96E2 صاروخ مخصص لضرب الأهداف متوسطة المدى ضمن نطاق 120 كيلومتر، وتصل سرعته لأكثر من 11 ماخ وارتفاعه إلى 40 كيلومترا. صاروخ 9M96A أصغر صواريخ S-400 يصل مداه إلى 40 كيلومتراً فقط، وسرعته تصل إلى 8 ماخ، ويمكنه تدمير الأهداف حتى ارتفاع 36 كيلومتراً. وتمتلك روسيا صواريخ خاصة بها ولا تتوافق مع النسخ التصديرية من المنظومة، وهي صواريخ أرض-أرض الراكبة للإشعاع والموجات الرادارية. مهمة هذه الصواريخ تدمير منظومة الدفاع الجوي للأعداء من خلال توجيه صاروخ تلقائي باتجاه مصدر إشارة الرادار أو غرف الاتصالات، وكذلك نسخة أرض سطح أو أرض بحر أخرى تستخدم أيضاً التوجيه بالنشاط الراداري سلبي، مخصصة لضرب الأهداف العائمة كحاملات الطائرات والسفن الحربية. ومن المتوقع أن هذه الصواريخ يزيد مداها عن 300 كيلومتر وسرعتها تفوق 5 ماخ. كيف تصطاد جراولر أهدافها؟ تعمل S-400 بواسطة محطة رادار مركزية بتقنية الصفيف ثنائي الأطوار الممسوح ضوئياً وإلكترونياً، وبزاوية تصل إلى 360 درجة، وبمدى يصل إلى 350 كيلومتر، مما يتيح للمنظومة العمل كنظام إنذار مبكر، ويهيئ الطاقم والصوامع والصواريخ للتعامل مع الأهداف الجوية فور دخولها مجال النيران. ويعتبر الرادار S-400 أحد أسلحتها الهجومية، إذ تم الاعتماد على تقنية تشويش متطورة لحجب موقعها على رادارات الطائرات الحربية وطائرات الإنذار المبكر. وذات تقنية يمكنها تعطيل رادارات الطائرات الحربية من الجيلين الثالث والرابع، مما يعطي أفضلية للطائرات الصديقة للتغلب على الأهداف الجوية المعادية ببساطة متناهية. ولا تتأثر المنظومة بموجات الرادار سلبية، وتستطيع تمييز أي موجات مضللة ومزيفة بكل سهولة، وتقوم بشكل تلقائي بحجبها عن أنظمة العرض، حيث يقوم رادار S-400 بإرسال موجات، لكل موجة منها مفتاح تشفير خاص تقوم بمطابقته عند ارتداد الإشارة لأجهزة الاستقبال والمسح. وعلى فرض أن طائرة ما أو رادارا آخر تمكن من قراءة طول الموجة وإرسال قيمة معاكسة للرادار الأصلي لإخداعها، فلن يتم تلقيها لعدم حملها مفتاح التشفير. هذه التقنية ليست حكرا على روسيا أو على منظوماتها الدفاعية، لكنها وبحسب تقارير روسية هي الأفضل والأكثر قدرة على مكافحة التضليل والتشويش. ويتوافق نظام تشغيل S-400 مع أنظمة تشغيل الرادار المركزية التي يصل مداها إلى 4000 كيلومتر، ومحطات الرصد الأرضية ورادارات المطارات المدنية والعسكرية، وكذلك مع رادارات S-300 و-S-350 فيتاز. والغاية من توحيد برمجيات وأنظمة تشغيل الرادارات تهدف لخلق شبكة دفاعية تغطي مساحة روسيا الشاسعة بشكل كامل، إضافة لكونها منظومة إنذار مبكر باستطاعة كافة كوادر وفرق الدفاع الجوي الوصول إلى بياناتها. نظرة عميقة على البدن والهيكل الخارجي. تتألف كل وحدة من S-400 من 8 مركبات يتم الربط فيما بينهما بواسطة الرادار والموجات الراديوية، وبواسطة وصلات بيانات عبر الأقمار الصناعية العسكرية الروسية، ويمكنها الانتشار ضمن مساحة تصل إلى 4000 كيلومتر. وتستطيع كل عربة التحرك بشكل مستقل بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة، وتستطيع عربة التحكم المركزية مراقبة تموضع كل منها. وتتشكل الكتيبة الواحدة مركبة القيادة والتحكم، ومركبة الرادار والاتصال، ومركبة للخدمات الفنية واللوجستية والصيانة، وخمس مركبات لإطلاق الصواريخ بإجمالي صواريخ يتراوح من 20 إلى 32 صاروخا يمكن إطلاقها جميعها تجاه أهداف مختلفة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، مما يجعلها نظام قبة فولاذية متطور وفائق الدقة. تحتوي كل مركبة على منظومة طاقة كهربائية مستقلة تعمل لمدة 12 يوما دون الحاجة لتشغيل المحرك الرئيسي، الأمر الذي يجعل المنظومة قيد الخدمة على مدار 24 ساعة،
ولن تتوقف عن العمل لو تعطل المحرك أو نفذت المدخرات. جراولر سفاح الحرب الأوكرانية. أعلنت روسيا خلال الأيام الأولى من الحرب الأوكرانية الحالية أن S-400 نجحت في اعتراض صاروخين باليستيين من طراز توشكايو فوق سماء بيلغورود جنوب روسيا، تم إطلاقهما من أوكرانيا. كما اعترض الصاروخ OTR-21 توشكا أطلقه الجيش الأوكراني فوق مدينة خاركيف الأوكرانية. لذا يمكن القول إن روسيا تعتمد بشكل رئيسي على منظومة S-400 كنظام دفاعي وأمني لحماية الأجواء الوطنية، خصيصاً أن معظم الإخطارات والبيانات العسكرية الروسية كانت تشير إلى دور المنظومة في تدمير أهداف جوية كالطائرات المسيرة والانتحارية والصواريخ البالستية في العمق الروسي، خصيصاً العاصمة موسكو ومواقع القيادة العسكرية والمطارات على وجه الخصوص. وكما أسلفنا قبل قليل، فإن S-400 ليست بالضرورة أن تطلق النيران تجاه الأهداف المعادية، ويكفي أن ترصد الأهداف ومشاركة بياناتها عبر وصلات البيانات وقنوات الرادار مع منظومة أخرى كبانتير S-350 و S-300 و S-200 وأوسا وغيرها من المنظومات الدفاعية القصيرة والمتوسطة، ما يخفف من تكاليف الردع والحماية. تاريخ الخدمة. استغرقت روسيا 10 سنوات بتمامها للبدء بتشغيل S-400 في العام 2007 بعد أن أطلق مشروعها في العام 1997 كمنظومة دفاع جوي فائقة التطور والقدرات لإبقائها في الخدمة مع إمكانية تطويرها والتعديل على أنظمتها حتى العام 2055. وبحلول 2012 كانت المنظومة الروسية توفر الحماية لكافة الأجواء الروسية رغم امتدادها الشاسع، مع نطاق حماية خارج الحدود يصل في بعض المناطق لأكثر من 300 كيلومتر، وخصيصا على الجبهة الأوروبية. هذه المنظومة أثارت غضب واشنطن على حلفائها، فحذرت تركيا من استملاك F-35 الشبحية وأخرجتها من الدول المشاركة في صناعتها بعد إبرامها في العام 2015 لصفقة شراء S-400، وغضبت بشكل أقل حدة من السعودية والإمارات العربية اللتان تقدمتا بطلب لشراء S-400 إلى جانب كل من مصر والجزائر، كما نجحت كل من الهند والصين في شرائها وتفعيلها محلياً. وأنت عزيزي المشاهد، هل كنت تعرف قدرات هذه المنظومة؟ وما تقيمك لأدائها في الحرب الأوكرانية؟ أو بالمنظور العام كمنظومة دفاع جوي؟